دحين عز وقت الشغل، بس بالرغم من كده أنا حقفل المحل عشان ما أبغى أفوت الأوقات الخاصة لأنها ما حترجع تاني. تعرفوا الساعة 5 هو موعد السبا، بس لبنتي وقت تحميم سارة هو فرصة عشان أقوي علاقتي معاها وأنا أتنازل عن بعض ساعات العمل، لكن ما أتنازل أبداً عن الوقت اللي أقضيه معاها. ونفس الشيء ما أتنازل أبداً عن المنتجات اللي أشتري لها هي. بعد ما دورت كثير لقيت إنه شامبو الأطفال من هيمالايا فيه الخبازة والعديد من الأعشاب الطبيعية اللي تنظف بلطف وتغذي شعر سارة وتخليه مرة ناعم. أما زيت الأطفال من هيمالايا فهو غني بزيت الزيتون اللي يغذي ويرطب بشرتها بعد ما أدلكها. وهذا الشيء يخلينا بمزاج رايق ويخلينا ما نتنازل برضه عن أخذ السيلفي. هيمالايا للأطفال، لأن الأمهات لا تتنازل.